يا صباح الورد، يا صباح الحب، يا صباح السعادة حبيب قلبي حلوين. يلا بقى كده قومي اتنشطي وتعالي اعملي احلى غدا جديد خالص. بصي تحفة تحفة تحفة، وبجد لو انت بتعملي دايت او ماشية على اكل هيلثي، الاكلة دي هتناسبك جدا، وبقى اكلة غير التقليدي، غير الاكلات التقليدية العادية خالص. لا بجد طعمها تحفة تحفة تحفة، وفي نفس الوقت كلها على بعضها كده صحية. يلا ابدأوا معايا وخشوا المطبخ وهاتي المقادير ونفذوها بسرعة. أنا مش أي أكلة أقول لكم نفذوها بسرعة، لكن دي ما ينفعش تصبروا عليها. أنا دلوقتي قاعدة بعملها الإيديتنج بتاعها، حاسة إن أنا عايزة أقوم أعملها تاني وأكلها تاني. يلا سيبكم بقى مع الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم حبايب قلبي حلوين. يلا بداية الفيديو عايزة منكم لايك 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 لايك، وده أول مرة تخشوا قناتي بتصيروا تحت الفيديو اضغطوا على كلمة اشتراك، وكمان فعلوا الجرس علشان كل جديد أنا أنزله يوصل لكم بيه إشعار. وما تنسوش بقى اللايك. المهم هندخل في الوصفة على طول مباشرة. أنا النهاردة هعمل معاكم وصفة حلوة جديدة مميزة ليها طعم ومذاق تاني، حلوة حلوة يعني. طيب الوصفة عبارة عن ايه؟ عبارة عن رز بالدجاج. بس ازاي هنعرف حالا هنعملها طريقة جميلة جدا ازاي. بصوا انا عندي هنا صدور دجاج، 3 صدور دجاج، وعندي العيش بتاعي هعمله عادي هسلقه زي ما قبل كده عملته معاكم مشغول. حطيت درسين وورق لوري وملح على العيش بعد ما غسلته، خدته بقى نص ساعة، وهحط عليه الماي بيغلي وهسلقه على جنب عادي. اسلقي عيشك عادي جدا على جنب. عايزه تلونيه بلون اصفر لو حابه لونها اصفر، الاكله تتعمل بالابيض وبالرز الاصفر عادي اي واحد. عايزاها لونها اصفر الرز حطي عليها الاصفر، عايزاها بيضه خليها بيضه، وانا هخلي رز ابيض علشان هقول لكم هعمل انا هنا ايه دلوقتي. عندي الماي بيغلي، بسم الله. واخذين نسلق بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، وهولع هنا عين التانية على طاسة، وهبدأ ان انا اعمل طبختي. اول حاجة هحتاجها صدور دجاج مغسولة طبعا ومخلية من العظم، شايلة من العظمة واخده بس القلب، وهبدا ان انا اقطعها مكعبات. ودلوقتي قطعت التشيكن مكعبات وحطيت الطاسة هحط فيها. بصوا معلقة واحدة زيت زيتون، تقدري تحطي انت زبدة عادي، زبدة لوربك خفيفة برضه تكون مناسبة جدا للصحية. انا حطيت معلقة زيت زيتون وحطيت التشيكن، هفضل اقلب فيها لغاية ما لونها يتغير. مش هنزل بالبصل الا لما بصي تقدري تقلبي كده لغاية ما كل قطعة لوحدها تتحمص. وهنا انا بقطع البصل مكعبات صغنونه خالص، وهبدا انزل اضيفه عليها لما التشيكن يتحمص. الدجاج لونه كله غير، باخد البصله احطها بس كده. دلوقتي ضفت البصله وحطيت فلفل اسود، هرش فلفل اسود مجروش عشان بيديها طعم احلى وبس. شوفوا العيش استوى سوى الا ربع. تمام، انا دلوقتي انا بصفيه بالمصفى وبعدين احط هنكمل سواه بالفرن ان شاء الله مع بقيه الطريقه بتاعتنا. طيب دلوقتي هنيجي نعمل الخليط اللي هنضيفه عليها. بس دلوقتي شوفوا منظرها كل حبه بحبتها زي متحمصه وجميله جدا. دلوقتي هجيب جزرايه واحده وهبدا ان انا ابشرها عليها، مبشوره بالبشره اللي هي ديت العاديه بس كده، وهتقلبيها تقلبتين مش هتحمريها ولا تكرملي الجزر، بس مجرد تقلبيه بس تقليبه واحده وخلاص. وتعالوا بقى نعمل اجمل كريمه خدعه للدايت. الخليط اللي هنحطه عليها، عندي علبه روب خالي الدسم او قليل الدسم، انا لقيتها في الثلاجه الحين قليل الدسم، علبه زبادي خالي الدسم، وقفشه
من طحين جوز الهند اللي بيديها طعم رهيب، كوكونات، ومعلقتين من الشوفان المطحون، معلقتين من الشوفان المطحون. طيب دي المكونات عندي، وكمان هحط معلقه كبيره من البهارات المشكله للدجاج او لاستعمالك يعني لاي نوع من الدجاج، وهحط معلقه من اللون الزعفران ومعلقه من البابريكا. هي دي مكوناتي اهو، شويه لون زعفران، حوالي معلقه، ومعلقه كركم، قفشه كركم. قفشه كبيره كركم وملح. قفشه من البهارات المشكله، اي نوع عندك، اي نوع بهارات مشكله عادي. وقفشة من البابريكا الحمراء. دي كده البهارات بتاعتي. طيب هعمل ايه؟ هفتح علبة الروب واحط مكان علبة الروب شوية حليب خالي دسم او مية. قفشة بس صغيرة سهل معايا عملية الحركة. ماشي معاكم خطوة بخطوة. شايفين؟ اهو. يلا قفشة تانية تفككها شوية. طيب هاخد معلقة من الكوكونات اللي هيديني نكهة رهيبة للدجاج، وهاخد معلقة كبيرة أوي من الشوفان أو معلقتين صغيرين من دي. شوفان مطحون، وهقلب الخلطة كويس جدا، هدمجهم مع بعض كويس جدا بالطريقة دي. تمام كده خليط يبقى عندي اوكي. طيب باقي عندي جبن، اي نوع جبنه عندك هتستعمليه النهارده. انا هستعمل فونك خالي الدسم، لان احنا قلنا الاكله كلها صحيه، فانا هستعمل فونك خالي الدسم ديت النوع ده. انت تقدري تحطي كوبايه موتزاريلا، كوبايه موتزاريلا، وتقدري بدل الخطوه اللي انا عملتها دي الروب والشوفان، تقدري تحطي علبه كريمه سائله او كريمه الطبخ، بس انا دلوقتي ببدل بدايل للدايت. دي كده خلاص اهي الجزرية شمعت شوية. هعمل ايه؟ هاخد علبة الجبن انزلها. طيب دلوقتي بعد ما حطيت الجبن هحط برضو الخليط اللي انا حطيته، هحط بالطبق حوالي قفشتين ماء، وهرجعها على النار مده دقيقه واحده لغايه ما يسيح كله مع بعض. وعندك ديت اهيت بتسخن، ساحت خلاص، بس لمده دقيقه ساحت جبن فيها. شايفين قوامها؟ اعتقد الجمال مبين، بصوا المنظر شوفوا. طبعا انت لو عاملاها بجبن موتزاريلا هتبقى ايه بقى؟ يمي 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 يمي. يعني دي اكتر حاجه كنت بعملها بصراحه، بالجبن الموتزاريلا والكريمه الطبخ، بس برضو كده صحيه وهناكل اكل جميل جدا جدا جدا. شايفين منظرها؟ رهيبه رهيبه، والريحه مش هقول لكم عليها، مش هقول لكم على الريحه. يلا انا دلوقتي هاخد العيش بتاعي، وعندي بايركس او صينيه اي حاجه، وهنزل فيها العيش اللي احنا سلقناه وايه وحطيناه هنا في المصفى، صفيناه قصدي شحناه يعني. طيب اهو العيش كاهو، عرفتوا ليه قلت لكم خلوا فوق الرز ابيض؟ علشان لما نزل عليه بالخليط الجميل ده.
ودلوقتي بعد ما وزعتي الرز بالطريقه ديت هتبداي تاخدي بقى الخليط الفظيع دوت. يا ربي انا دخت. هتحطيه تاني عليها، واحط بس نقطه ميه في الطاسه عشان اطلع بقيه الجبن، وبعد كده هتحطيه توزعيها. حاولي ان انت توزعي الخليط على الرز بالكامل، افضل من ان يكون في حتت باينه بيضه، الافضل يكون كله متغطي. ودخليه بقى الفرن يكون سخن جدا في النص لمده 10 دقائق وطلعي على طول. شيء توضيحي بس هنا، تقدروا تحطوا على وشها كمان شرايح كرافت من دي اللي هي خالي الدسم، توزعوا عليها من فوق شرايح كرافت. بس صراحة أنا حاسفها تكون تقيلة فاكتفيت كده. تمام، بس شوفوا حبايب، شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ بصراحة رهيبة، ضروري كلكم تجربوها، أكتر من رائعة. تعالوا معايا شوفوا جمالها، شايفين الجبن لما بيكون سايح مع الكريمة اللي احنا عملناها، كريمة الخدعة عشان الضيف. يلا بقى اعملوا بقى بسرعة الكريمة الخدعة الجامدة دي، بجد تحفة والله. انا لو اقعد اقول جميلة 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 ابقى انا شهادتي نفسي مجروحة. جربوها وبعد كده ارجعوا لي تاني حطوا الكومنت بعد التجربة. بس كده وانتهت حلقتي معاكم. يلا بسرعه انزلوا بسرعه، حطوا تحت الفيديو لايك لايك، واعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد يوصل لكم. والسلام عليكم.